شو سر الشعر الشايب مفاجأة يعني فجأة براسك يعني؟ شو السر؟ سينتيا؟ تفكير. تفكير بسينتيا؟ لا. سينتيا ايه او لا؟ تفكير لا. لا. شكلي إذا بترجع لسينتيا بالعكس شعري بيضل أسود. أكيد. ريحت لي راسي. زمرت بقوة. زمرت بقوة. ليه بتحب القوات اللبنانية كثير؟ إن كايب الجنرال عون ولا في محبة خاصة؟ لا بعلاقتي مع الدكتور سمير جعجع وبالمواقف المتطابقة مع مواقفي. بس مش إن كايب الجنرال عون. بس قول إن كايب الجنرال عون. إن كايب الجنرال عون. ما زمرت. بس. هل أديت واجبك لمنطقتك عكار أو مثلك مثل غيرك نايب الأخضر واليابس؟ والله ليك أنا من النواب اللي بشتغل كتير للمنطقة. يعطيك العافية. بس مش يعني أكيد ما حققت طموحاتي للمنطقة لأنه منطقتنا بدها شغل كتير والظروف اللي مرقنا فيها بتسع سنين كانت ظروف معاكسة مش ظروف دولة عم تشتغل بشكل صحيح يعني عكست الظروف ولكن على الصعيد الخدمات الشخصية والعلاقات اللي بقدر أعمله وعملته. خلص خلينا نقول للسؤال التاني. مين بتحب أكتر داعي الإسلام الشهال أو محمد كبارة أو الشيخ سالم الرافعي؟ ليش حطيته محمد كبارة؟ أبو العبد كبارة يعني نائب عنده طبعا مواقفه وبقية طبعا يعني بدك تقول جواب بقية عنده مواقفهم ولكن ايه. انه محمد كبارة تختلف مواقفه. اه حلو يعني محمد كبارة اوكي ما زمان. بليز خلينا نسكر كل دينينا المشاهدين كمان سكروا دينينا لانه هذا السؤال كثير حيزمر. مع كم وحدة ظهرت قبل ما تتزوج مرتك سينتيا؟ زمرت دغري عنية زمرت. ما بتذكر. ما بتتذكر ولا ما بتحصيون؟ بدنا جواب. مع كم وحدة ظهرت؟ مش كتار رقم. ما بتذكر. بعملها ما بتذكر. ما بتتذكر يعني كتار؟ لا أنا لأنه الذاكرة فوق العشرة ولا تحت العشرة؟ أنا الذاكرة عندي فولت لدرجة إنه صارت تكب القديم. ما بعرف ليش حاسس إنه مرتك سينتي هلا هي وقاعدة حدك عم بتزمر. ما تكبي حالك، ما تكبي حالك، طولي بالك. قد إيه بأي طابق قاعدين؟ نحن أرضي. أرضي؟ أرضي. شكري ربك. لما بتصالح عشيرتين بعكار وبيلبسوك العباية بصراحة شو بتعمل؟ بتخاف تكون مش مغسولة منيح؟ أبدا بالعكس العشيرتين اللي صالحناهم أولا معناتهم أصدقائنا ثانيا العباية اللي لبسوني إياها العباية اللي لبسوني إياها كعبية من النوع الممتاز وكمعنى معناها كثير كبير وأرسلت وحدي معي كمان للشيخ سعد وسلمني إياها. والله والله حمسني يعني عباية ألبس شي وحدة منهم. عبالك. يلا عمول مصالحات عمول مصالحات وبتلبس هلا بتصالح أنا وياكم ترق لنا عبيتين على راسي جاهزين. بيك ابو هادي والسيد حسن ابو هادي هالشي بيبسطك او بيزعجك؟ بي ابو زياد مش ابو هادي اول شيء. اه والله؟ ايه وطبعا ما في مشكله لو كان ابو هادي والسيد حسن ابو هادي ما في مشكله عاشت الاسامي ما بتنزعج عاشت الاسامي. اخر سؤال مين اشقل اكثر هادي حبيش او مصباح الاحدب؟ سؤال لي انا؟ نعم لمين لك؟ للجمهور مين اشقل اكثر؟ نشوف اذا رح تزمر سؤالي مش لالي مش لالي انت بتحس حالك انت اشقل منه ولا هو اشقل منك ولا اشقل من بعض؟ ما بشوف حالي جقل. ايه؟ ما بشوف حالي جقل. كيف هلا هالطول؟ بدك تسال هل امن؟ ضوى يا جقل ما يهزك ريح. طيب اسأل الجمهور
اسال الجمهور مين اسال بيني أسأل. وبين انت مصباح. او مصباح معنات صديقي مصباح ما خص انت مين بتشوفه جاوب الجمهور يلا